كابتن محسن، قبل ما نروح لتشكيل النادي الاهلي ونتكلم فنيا، وحضرتك كنت موجود في لجنه التخطيط، وانتم من الناس اللي تعاقدت وقتها مع امام عاشور. بغض النظر دلوقتي، مش عايز اروح للمشكله، لكن عايز رساله كبيره من نجم كبير زي كابتن محسن صالح لايضا امام عاشور، اللي دايما في ناس عايزه تكسر فيه. النهارده امام عاشور بالارقام منذ انضمامه للنادي الاهلي هو صفقه ناجحه جدا، بيتكلم في 6 بطولات حققها مع النادي الاهلي، في بنتكلم في اول مشكله الدنيا قامت. رساله من حضرتك لامام عاشور. يعني عايز اقول لامام وزملائه تمام انه الفتره اللي بتلعب فيها كره قدم فتره بسيطه جدا من عمرك. يعني اذا كان هتلعب هتعيش 70 سنه، انت هتلعب كوره في الدوري الممتاز اللي الناس بتتفرج عليك فيه 7 سنين 8 سنين 10 سنين. المفروض انك انت تستغل الفتره دي في انك انت تبني مستقبلك ماديا ومعنويا، انك انت تعمل لنفسك قيمه غير الفلوس. القيمه دي بتظل في مشوارك الى الممات. طول ما انت ماشي كده والناس شافاك يقول لك فلان وفلان، يا سلام يا سلام على الواد ده كان بيمتعنا. وفي ناس تقول لك الواد ده طول عمره اخلاقه زي الزفت. هتفضل ملازمه ليك طوال المشوار الى القبر سمعتك. فانا بقول للاعيبه الكوره ولامام عاشور، استغل الفتره دي. انت بتلعب في اكبر نادي في مصر، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، انت بتلعب في اكبر نادي، مش عايز اقول اسيا واتوسع واجامل كتير، نادي عالمي، لكن انت بتلعب مع نادي بيلعب كره في مسابقات عالميه، فلا بد ان يكون تصرفك تصرف عالمي. العالمي اللي هو ايه؟ انك انت تعيش حياتك بما يرضي الله. في تمرين احضر التمرين، في ماتش انا موجود، في تشكيل انا فيه هبذل كل جهدي، في تشكيل انا مش فيه التزم تحت امر الجهاز الفني واسمع. ليه؟ لانه وانا مدرب، فهمت؟ كل اللعيبه دول ولادي. الا اللي هو بيعمل مشكله ده معتقد ان انا ضده، انا مش ضده. انا مع المجموعه كلها، مصلحه الفريق. انا الفرقه بتاعتي 30 مثلا لاعب، انا بختار من ال 30 11. انا عملتها مره قبل كده على فكره، انه اديت لكل لاعب ورقه وقلم اكتب التشكيل، قلت له اكتب التشكيل. مفيش 3 اتفقوا على تشكيل واحد. قلت له اذا كنت انتم مختلفين، انا كمدرب بتكلم على 30 لعيب بختار منهم 11 عشان يبداوا المباراه، فانا بختارهم وفق موازين محدده، مش حب وكره. انتوا كل اللعيبه ولادي. فانا بقول للمدرب ده ابوك، تعامل معاه على انه ابوك. لما تكون عندك مشكله ما انتش عارف تلاقي لها حل، روح له هو يحلها لك، يتكلم معاك زي ما كنا احنا بنعمل مع اولادنا في الانديه اللي اشتغلنا فيها. وبالتالي انك انت تلعب او ما تلعبش دي مشكلتك. هقول لك حاجه تانية، انت زعلان عشان ما بتلعبش عاشور او غيره، طب افرض لعبت. خلي بالك هو بيلعب وهو لعيب اساسي. افرض لعبت ولا قدر الله اصبت اصابه فادحه، هتقول ايه؟ يا ريت ما لعبت الماتش ده. مش يمكن ربنا ما خلاش تشترك عشان ما تصابش الاصابه الكبيره دي؟ ليه ما تبصلهاش من الناحيه دي وتجتهد في التمرين وتصلي وتقول الحمد لله، الحمد لله ان انا ما لعبتش، لان لو لعبت كان ممكن اتعور زي زميلي اللي اتعور ده. ليه ما نبصش لكده؟ انت في المقابل انت مش خسران حاجه، انت ما فيهاش اساءه، ما فيهاش تخليل من قيمه انك انت تكون قاعد بره. ليه؟ لأنك أنت قاعد احتياطي في نادي كبير. ثم المقابل المادي ألا يشفع لك بأن تتحمل بعض الشيء وجودك على الدكة؟ يعني أنا مش عايز أقول أنتوا بتاخدوا كام وكنتوا بتاخدوا كام وتاع، لكن كرة القدم هي رزقك. كابتن طبعا أنا عايز، أنا بقى بتفق مع حضرتك، بس أنا عايز أخدها في نقطة مختلفة خالص يا أسامة. وياريت الناس كلها بغض النظر عن الأسماء، مشكلتنا في مصر بالنسبه للعيبه اللي قد تكون بتخرج عن النص في بعض الاحيان، بتكلم بدون ذكر اسماء، هي عمليه بناء اللعيبه دي من هم صغيرين. واحنا صغيرين عندنا مفهوم ان طالما انا قاعد بره يبقى اللي جوه احسن مني. هذا مفهوم خاطئ. ده المفهوم ده لازم يتصلح. ليه؟
مدربي القطاعات والولاد الصغيرين لازم اول ما يخش يقول احنا تيم وورك واحد، يعلم الولاد الاول قبل ما يعلمه النواحي الفنيه، يعلمه ان انت شغال قدام تيم وورك، انت مش لعيب سكواش هتلعب لوحدك، انت مش لعيب تنس هتلعب لوحدك، احنا تيم وورك، والفرقه دي لازم تبقى كلها ايد واحده، وبغض النظر مين اللي يلعب مين اللي يقعد مين اللي بره، احنا كلنا زي بعض. فالنقطه دي مهمه جدا. خلي بالك في كم الماتشات محدش يقدر يلعب كل المباريات، بتشوف النهارده مصطفى شوبير موجود، محمد الشناوي مريح، مجدي قفشه مريح، دي ما هي لو الفكره واصله، ما هو لو الفكره واصله ان ده طبيعي من هم من هو صغير او من واحنا صغيرين، بتكلم على كل الناس، ان ما عندكش حاجه اسمها والله ده لما اروح البيت اصل انا كنت قاعد احتياطي فيبقى في زعل، لا انا موجود وسط التيم، وخاصه زي ما الكابتن محسن بيتكلم جوه تيم بقيمه النادي الاهلي، ببطولات النادي الاهلي، بجماهيريه النادي الاهلي، بطموحات النادي الاهلي. فالنقطه دي مهمه جدا، اتمنى بس فعلا الفترات اللي جايه ان زي ما بنشتغل على النواحي البدنيه والفنيه للعيبه الصغيره، لازم نشتغل ان اللعيبه دي لازم تفهم انك تيم وورك واحد، اذا كان الفريق 25 كلكم زي بعض، والمدير الفني المسؤول عنك هو اللي بيضع الادوات بتاعته في مباريات بشكل مختلف في الاوقات اللي هو شايفها، لكن لا تقلل منك ابدا انك قاعد احتياطي، لا تقلل منك ابدا انك بره، ومش شرف زياده للاعيب اللي بيلعب اكثر شرفا من الراجل اللي قاعد بره، فدي كمان حاجه المفروض الناس تعرفها ونبدا نتعلمها يعني. ليك تعليق بس؟ لا انا بس هضيف على كابتن هاني طبعا الحته الاخيره اللي هو تغيير المايند سيت، الثقافه. يعني بنشوف لعيبه في الدوريات الكبرى والدوري الانجليزي بالاخص بيقعدوا على الدكه، في الفودن احسن لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الاخير، حتى لو بيتكلم مباراه امبارح يمين يامال، الناس بتقعد على الدكه مركزه، هو الثقافه، انا موجود على الدكه ابدا، او يعني دلوقتي بتتقاس بعدد الدقائق، ما بتتقاسش بالمباريات الكامله ال 90 دقيقه، انا لعبت كام مباراه، لعبت كام دقيقه، وكنت مؤثر بالظبط، والفاعليه قد ايه. عاجبني جدا محمد مجدي قفشه في الفتره الاخيره وتركيزه، بيقعد على الدكه خلاص، هو غير في الوقت اللي بيلعب فيه، بينزل بيكون مؤثر بشكل كبير، فاعليه عاليه جدا، بيحرز اهداف، بتغير طبعا نتائج المباريات وبتحرز بطولات بكل تأكيد. كابتن محسن عندك حاجه اضافه اخيره في الموضوع ده عشان نقفله عشان نروح للتشكيل؟ مش عايزين نلقي اللوم على اللعيب بس، احنا عايزين كمان نتكلم مع المدرب، انه لعيب الكره ده له احترامه، فانت لابد انك انت تحترم اللاعب وتحترم تاريخه، بمعنى انك انت هتلعب بدون هذا اللاعب، ايه المانع انك تهيئه نفسيا لتقبل القرار؟ ايه المانع انك تاخده تحت ايدك كده وتقعد تتكلم معاه شويه، تقول له خلي بالك انا مش هبدا بيك الماتش ده عشان خاطر في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. احنا بنسميها او انا بسميها حقنه بنك، تديها للعيب يقوم يهدى، تكلمه كلمتين حلوين، تقنعه، تقول له انك انت مش هتلعب عشان احنا عندنا كذا اصابه، عندنا كذا نقص، عندنا وقت احنا محتاجينك فيه، انت الوقت لياقتك مثلا 50%، عايزين نديلك وقت يناسب اللياقه بتاعك. الكلام والاقناع هيزيل كل الاعتراضات اللي هتكون او ممكن تكون موجوده. ارجو انه اي مدرب يعني ياخد باله من النقطه دي. تمام.